عندي ابنة صغيرة أمجد، عمره صار 5 سنين وست ثلاثة أشهر 4 أشهر. كان عنده خلق معي إعاقة جسمانية بجرير اللي ما بيقدرش يمشي من الوين يوم الولادة، ضل 4 سنين و7 أشهر لقدر يخطو أول خطوة. كان عندنا مشاكل كثير معه بالنسبة للشؤون الاجتماعية، لأنه يأخذ حقوقه الكاملة اللي بتطلع له من الدولة للشؤون الاجتماعية خاصة. فكان عندنا مشاكل مع المسؤول عن الشؤون الاجتماعية اللي هو مجيد الكحلوني اللي رفض لنا الطلب أكثر من مرة. كان الولد موجود بمؤسسة بقرية شمونية اللي هي بتعمل تمارين للأطفال وبتساعدهم على أنهم يمشوا ويعلموهم كتعليم كمان، بس لجيل 3 سنين ظل بهي المؤسسة بقرية شمونية. حتى من قبل المؤسسة بقرية شمونية توجهوا لمجيد الكحلوني عبر التلفون وعبر مكاتبه، ما كانش يستجيب لنا انه يقدمنا الطلب بحجه انه انا معي مصاري وعندي بقدر اني اقدم اني ساعد ابني، بس انا بقدرش اتعطل شغلي واقعد قبال ابني لنزله على قريه شموني وطلعوا. اللي كان هو بحق له سياره يوم تنزله على قريه شموني على التعليم، قانونيا بحق له السياره تاخذه وتجيبه مع مساعد اللي تضل بجنبه. فمجيد الكحلوني هي المرحله الاولى رفضها، بعدين قدرنا بعثت له عن طريق المحامي مكتوب لحتى اللي قدر يستجيب لنا واعطانا حقوقه بالنسبه لقريه شمولي، وصار يدفع له المشاوير اجار السياره اللي تنزلوا تاخذها. بعدين خلص 3 سنين كان لازم الولد يفوت للروضه اللي هي في مجال التعليم. فكمان كان عندنا مشكله مع الشؤون الاجتماعيه ومع المجلس المحلي ومسراد حنوخ اللي هو تابع للتعليم ما بالتربية والتعليم. فكما كانوا يعطونا مساعدة اللي هي لازم ترافقه يوم على الروضة وتكون بجنبه، لأنه الولد ما بيقدرش يمشي، ما كانش بعده بيقدر يمشي. مجبورة وحدة تضل بجنبه اللي تساعده إذا بده يتحرك، إذا بده يفوت على الحمام، إذا بده ياكل، إذا بده يلعب بالألعاب، إذا بده يمسك قلم ويكتب، مجبورة الوحدة تكون معه. حاولنا نحن ناخذه ونضلنا بجنبه، فالمعلمات قالوا لنا هذه مسؤولية ما بنقدرش نحطها على عاتقنا، لانه ما فيش وحده اللي قانونيا تكون معه يلي اذا صار مع الولد شيء لا سمح الله يقدروا يغطوه. او فاخذته لمدة يومين، بعدين الانسات قالوا لي نحن ما نقدرش، بده وحده دائما تكون معه لحالنا في نشله. فحطيته بروضه خاصه عندنا بالبلد لصار عمره 4 سنين، يعني قعد 2 سنين بلا روضه. هذول 2 سنين ظلتني جهد كبير اني اخذ الموافقه من مكتب التربيه والتعليم، لانهم يعطونا واحد مساعد له مع سياره تاخذه وتجيبه، ما كانوش يعطونا. قلنا الروضه مش مشكله، حطيناه مثل ما قلت لك بروضه خاصه لمده 2 سنين. هسه اجى دور البستان اللي هو تعليم الزامي، مجبور الولد يفوت على المدرسه بالتعليم الالزامي. فرجعنا من الاول لمكتب ما اسمه ماتيا جليل اللي هو المسؤول عنه عزت عامر بينوح، توجهت له أنا شخصيا وأخذت له المكتوب والتقرير الطبي عن الولد، وأخذت له التقرير تبع التأمين الوطني إنه الولد عنده إعاقة جسمانية وبحاجة لمساعدة. فقال لي إيه اليوم وإيه بكرة، يضل يعطينا الموعد إيه اليوم وإيه بكرة. آخر شيء قال مشكلة، مش عندي مشكلة بمكتب التربية والتعليم. قلنا له طيب أعطينا مكتوب منك إنه مش كان عند مكتب التربية والتعليم. قال إجابي خطية بقدرش أعطيه. راحت الشغلة شهر زمان، جات لعنده لعزة عامر عن طريق المجلس المحلي، اتصل في المجلس المحلي قال له هذا أول سنة، قال له في عنا جواب من مركز التربية والتعليم إنه فيش عنا إمكانية لنعطي مساعدات للأطفال، واللي بدهم يعملوا الأهل يعملوا اللي بدهم إياه، إمكانية فيش. فقمت كمان نفس المرة قدمت الطلب لمحامي وتلفن المحامي لعزة عامر، حكى معه شخصيا بالتلفون وبعثنا لهم مكاتيب، ما استجابوش للطلب. تحت لي أول السنة الجديدة اللي نحن فيها هذه بسنة 2007 ببداية السنة الدراسية الجديدة، قدمنا طلب مرة ثانية وحكيت مع فادية فلاحي اللي مسؤولة عن الجولين خاصة، حكيت معها بالتلفون. قال صار في قرار، والقرار وصل لعزة عامر انه الولد اخذ مساعده. طيب امتى بياخذ المساعده الولد؟ انه التعليم صار له شهر بدين يعني. قال لورا الاعياد اليهود. قلنا له بس مش ممكن الولد يقعد شهرين بلا تعليم. قال فيش عندنا امكانيه غير ورا الاعياد اليهود. خلصوا اعياد اليهود، اتصلنا فيهم قال لورا الفطر. عيد الفطر هي خلص، ولسه عم نستنى جواب وفيش شو بدهم يعملوا معنا. والولد مثل ما انتم شايفين دائما على الشارع، بضل يقول بدي اروح على المدرسه وجهز شنطي وجهز اواعي مدرسي وحابب يفوت على المدرسه مثله مثل اي رفقات له. ما فيش امكانيه، كثير عم يغلبونا بالموضوع هذا.
يعني ملاقي انه مش عم يهتموا نهائيا بهي الاطفال، خاصه بمجدل الشمس بالجولان خاصه، مع انه لهم حقوق خاصه هو الاطفال اللي لازم ياخذوها. اني انا كمان انا حاولت اني ابعث معه وحده على حسابي على نفقتي الخاصه، لانها تفوت تساعده المعلمه، قالت لنا ما نقدرش نحطه على مسؤوليتنا، واي وحده بدها تروح معه بده يكون عليها مسؤوليه، ما تقدرش تروح معه حتى لو بدها تدفع لها اي اجار مدفعيه، ما كانش تروح معه لانه في عليه مسؤوليه. اذا الولد وقع، اذا الولد انصاب شيء بالمدرسه، فراح تكون هي المسؤوله عنه. فبالتالي هي ما حبتش تاخذ على عاتقها هي المسؤوليه، والانسه قالت نحن كمان المسؤوليه على عاتقنا. على القليل على القليل لازم يعطونا قانونيا مساعده اللي تطلع مع الولد وتروح وتيجي معه، احسن ما يخسر السنه، بكره عنده صف اول وبده يبدا بالدراسه. الولد ذكي جدا جدا ذكي، الولد بيستوعب كل الكلام اللي يعني بيتعلمه، عنده بس الاعاقه الجسمانيه، اما من ناحيه عقله الحمد لله عقله سليم، وعنده امكانيه للاستيعاب اي شيء، وذكي جدا الطفل، بس مش عارفين شو بدنا نعمل.